بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. باب رحمة وبركة ربنا بيفتحه كل عام واحد على مر الزمان عشان يطهر قلبه من كل الذنوب والعيوب ويملاه بنور الطاعة والإيمان. شهر كريم، كل لحظة ويوم فيه منحة من ربنا لكل واحد من بني الإنسان، فرصة من ربنا ونعمة عشان نفهم معاني الرحمة والتقوى في رمضان. كل عام وحضراتكم بألف خير، رمضان كريم. النهاردة هنبدأ نفهم معاكم أول درس تعلمناه في شهر رمضان المبارك وهو التقوى، مع فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضيلة الشيخ سلام عليكم، كل عام وحضرتك بألف خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وحضرتك وجميع المشاهدين والعاملين في هذه القناة الجميلة بخير وسعادة ورضا من الله عز وجل. آمين يا رب. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن الكريم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نعم. يعني بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أول مقصد من مقاصد الصيام التقوى، أول درس من دروس رمضان التقوى، أول نفتة جاء رمضان ليزرعها في قلوبنا التقوى، أول قيمة أخلاقية أراد الصيام أن يدربنا عليها وأن يمرننا عليها التقوى. أول آية، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. توقف، كأنني أسأل لماذا يا رب؟ لماذا المنع عن الطعام؟ ولماذا المنع عن الشراب؟ ولماذا المنع عن الزوجة والكل حلال؟ لماذا؟ الحكمة. أي بالضبط، لماذا هذا المنع؟ قال الله عز وجل لعلكم تتقون. فشهر رمضان والصيام جاء ليصنع إنسان التقوى. يعني إيه بقى التقوى؟ يعني إيه؟ أقول لي بس لحضرتك معلومة تانية قرآنية. تلاحظي آية الصيام هنا جاءت في ربع ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، من أول الربع لآخر الربع التقوى سلك ناظم له، من أول الربع لآخر الربع التقوى هي روح هذا الربع. من البداية بيقول لي ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، آخر الآية أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فبيقعد لي مسألة التقوى، ثم بعد ذلك قال لي يا إنسان التقوى أيها التقي، نعم يا رب، لابد من الاختبار في حقوق الناس ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. أيها التقي، نعم يا رب، لابد من الاختبار في المال، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. جاهز، نجحت في الاختبار، عرفت أسس التقوى، يلا بينا الصيام هيدربك عليها عمليا لعلكم تتقون. امشي معايا شوية في آخر قبل الآية قبل الأخيرة، في أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ختمت أيضا لعلكم تتقون. فجاء رمضان لصناعة إنسان التقوى. ما هي التقوى؟ ناخد التليفون ونقول مدام ملك. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا ملك. كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة وشيخ رمضان طيب، أنا بحبكم جدا جدا. ربنا يخليك، ربنا يبارك في عمرك، ربنا يجعله في ميزان حسناتكم ويطول في عمرك وبرنامج ده هو يفضل طول العمر. ربنا يخليك يا رب، نورتينا يا رب يخليك. أنا من أول مرة أكلمكم وليه الشرف طبعا إن أنا أكلمكم. نورتينا يا حبيبتي. ونسأل الشيخ رمضان على السؤال. اتفضلي. بس يا شيخ سلام عليك في شهر رمضان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه أنا بصلي التراويح تمام، وبس يعني بصلي التراويح وقبل السحور بصلي قيام ليل. بصلي شفع وتر يعني بعد قيام الليل شفع وتر. لا مش سامعاكي. ملك، ملك سمعنا؟ طب حاولي تكلمينا مرة تانية. هو يعني حاولت أفهم هي تقصد إيه. هي بتقول أنا بصلي التراويح وبعدين قيام الليل وبعدين الشفع والوتر. خلي بالكم إحنا عندنا كلمة تراويح وقيام ليل وتهجد كلهم مصطلح على صلاة النافلة بالليل. كل صلاة نافلة بالليل بنسميها قيام ليل.
هو قيام ليل الاسم العام طوال العام، لكن لما نيجي رمضان بنسميه تراويح. ليه تراويح؟ لأن هم كانوا يصلون 4 ركعات ويستريحون يتروحون، فعشان كده تسميت إيه؟ تراويح. ولما نصلي بالليل من بعد الساعة 12 بنسميه تهجد. ليه؟ لأن التهجد معناها الصلاة بعد الهجود وهو النوم، أو ترك الهجود. فكل صلاة سواء نمت أو ما نمتش من بعد منتصف الليل اسمها تهجد. طيب أنا دلوقتي أصلي الوتر إمتى؟ شفع الوتر يعني. لو أنا صليتهم في الأول بعد العشاء، يعني صليت العشاء والتراويح والشفع والوتر، وبعدين حبيت أقيم الليل، أقيم زي ما أنا عايز وأتهجد زي ما أنا عايز، لكن لا أوتر مرة ثانية لأنني أوترت في البداية. خلاص، ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة. طيب لو أنا متأكد أن أنا كده كده هقوم وأنا سهران وقاعد، ممكن أجل الوتر للآخر فأصلي العشاء وأصلي التراويح وما أصلي الشفع وتر، واجي بقى بالليل تاني بعد الساعة 12 الساعة 1 الساعة 2 أقيم الليل زي ما أنا عايز، وبعدين أنهي صلاتي بالإيه؟ بركعة الوتر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو بكر قال له يا رسول الله أصلي الوتر في أول الليل، قال له أخذت بالأوثق الأحوط، لأنه خلاها راحت عليك نوم وقمت على الفجر بس، فتبقى خلاص ضمنت. بالضبط، سيدنا عمر قال يا رسول الله أصلي الوتر آخر الليل، قال له أخذت بالأورع. فده الأوثق وده الأورع، واختار اللي يعجبك. طيب في كان سؤال بعض الناس بتسأل أنه صلاة التراويح هل لابد أننا بدأناها ليلة رمضان، ليلة أول يوم رمضان، لابد أنها تبقى كل يوم؟ يعني في ناس بتقول أنه بيجي أحيانا حد يمرض، حد يتعب، ما يقدرش أنه هو يصليها. هي بصي حضرتك، هي صلاة التراويح مطلق نوافل، يعني هي نافلة، يعني هي تطوع، يعني هي سنة. قدرت أصليها النهاردة خيرا وبركة، ما قدرتش تاني يوم لا مانع ولا حرج، ما فيهاش مشكلة، لا فيها مشكلة ولا فيها إثم. لكن أحاول أن أنا ما فرطش فيها، لأجرها وثوابها، أجر عظيم وثواب عظيم، واجتماع الجامع والإضاءة والجمال والدرس والدعاء والاستشعار الصلاة. عيش حياة كده رمضان، وعيش نفحات رمضان، وعيش تراويح رمضان. لكن مسافر لا مانع، مريض لا مانع، تعبت لا مانع، هصليها في البيت لا مانع ولا حرج ولا إثم. لكن لازم أصلي الفرض في المسجد. طيب نروح لفاصل وناخد مدام هدى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضرتك طيبة. ربنا يخليك وخليك طيبة. معلش أنا مش هطول على حضراتكم، بتكلم على الشيخ رمضان. كل سنة الله يسلم سعادتك، ربنا يبارك فيك. ربنا يخليك. أنا كان عندي استفسار بس يا شيخنا، هو أنا بقالي 5 سنين متجوزة وجوزي ما بيشتغل، ومشكلتي معاه هو شغله. طبعا كان ربنا عطل الخلفة شوية، وربنا رزقنا دلوقتي بمليكة بقالها سنة، ربنا يخليها لك يا رب. ربنا يخليك. فكل ما اتكلمه على موضوع الشغل كأني بموته. طب هو ما بيشتغلش ليه؟ حججه كتيرة، هو عنده إصابة في عينيه، بياخد معاش اللي هو اللي هي الخدمات المتكاملة شركة، وبياخد 1900 جنيه من شركة كل شهر، مش بيروح ولا بيجي. المهم متكل على دول. طبعا في الايام اللي احنا فيها والغلا ده ومعايا طفله، طبعا اهلي بيساعدوني وبنت خالتي من الامارات يعني بتساعدني، بس هو متكل على ده. وانا الموضوع ده يعني كسر رجولته قدامي، ان هو مش سادد حقوقي ولا حقوق بنتي. ومعلش انا اسف عذرا يعني، وبيطلبني وانا برفض، لان انا مش يعني ما فيش قابليه. معلش يا شيخنا، ممكن اعرف اللي انا بعمله ده حلال ولا حرام؟ لان انا فعلا انا طلبت الطلاق علشان برضو يعني ما احسش ان انا يعني فيها حرمانيه العيشه معاه. هو 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 غصب عنه انه تارك للشغل يا ستي، يعني مريض. انا جبت له شغل، يعني انا حتى سعيت ان هو يجيب له شغل. ايوه، هو عنده القدره انه يشتغل وبيتكاسل، ولا هو الإعاقة اللي عنده مخليه مش قادر يشتغل؟ لا، الإعاقة في عينيه، عينه الثانية بيشوف فيها. تمام. فأنا مشكلتي مع إنه هو ملوش يعني ما عندوش القابلية حتى إن هو يشتغل. يعني أنت حاسة إن هو متكاسل وبيتكل عليكي وعلى الفلوس اللي بتديه؟ بالضبط كده، بالضبط. حتى لو أنا جبت حاجة من أهلي، أو إن أنا جبت حاجة وأنا جاية، ما يسألنيش أنا جبت الحاجة دي منين، ودي حاجة بتوجعني. يعني المفروض ان الراجل بيسأل الست، انا مثلا معايا 50 جنيه داخله بحاجه ب 300 400. هو سنه قد ايه يا ست؟ 46. طب ومعاملتهم بقى لك قد ايه؟ هو بيحاول بقدر الامكان ان هو يعني ايه كشكليا يبقى مرضيني،
بس انا حته ان هو ما بيشتغلش ده الشيخ رمضان كسراه ناحيتي كسراه قدامي. صح. طيب حاضر. طب اين يا مدام هدى؟ طب هي سالت كمان على جزئيه مهمة، فكرة ان هي منع نفسها عنه لان هي ما عندهاش قابلية. شوفي حضرتك، رقم واحد اعظم شيء يقربني الى الله بعد عبادته رعاية البيت. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فعمل الراجل الموظف اول ما بيطلع من بيته ورجله تخبط في الشارع، ايا كان شغلك ايه، من اول اسيادنا اللي بينظفوا الشارع مدام مهنة ما تغضبش ربنا سبحانه وتعالى، يبقى مفيش حاجة تعيبها. مظبوط. لحد أعلى منصب كل مجاهد في سبيل الله مع الاحتساب. فأنت مجاهد. طيب رقم اثنين، أكبر ذنب يعمله البني آدم أنه يهمل في الصرف على أولاده. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رقم ثلاثة، هو الراجل بظروفه تمام، ينبغي على الزوجة بدل من قابل عنف بعنف، أنا طبعا أعذرها، أنا مش بلومها، يعني أنا بعذرك وبقدر تعبك وبقدر مصاريفك على البيت وبقدر إن أنت قايمة بالدورين، شكرا جزيلا، لكن من غير عنف معاه تمام. حاولي زي ما بيحاول يراضيك حاولي ترضيه، وبالكلمة الحلوة صدقيني هيخرج يشوف شغله. طب أخيرا ما تمنعيش نفسك عنه حسبة لله، تقربا إلى الله عز وجل، لعله لو نظر نظرة حرام تأثمي أنت عليها، لأنك في الأول والآخر أنت زوجته. أنا مقدر حالتك النفسية، ما بقولش غصب عنك، إنما بقول بالرضا والكلمة الحلوة والمعاملة الطيبة. إذا استحال أنه يخرج من البيت مع المعاملة الطيبة ومع أنه أبو البنت، نعتبره أنه ربنا سبحانه وتعالى بيختبرنا به ونصبر على هذا الاختبار، يعني تحتسب صبرها عند ربنا سبحانه وتعالى، ولعلها مستورة بسبب غلبان ولا غيره. أنا محتاج دايما المودة في الطريق، أنا محتاج دايما المودة في البيت، أنا محتاج دايما المودة في العمل. أنا لا أوافق على إنه هو قاعد في البيت أبدا طبعا بأي حال من الأحوال، لكن لو استحال الأمر طيب خلاص، أنا بدل ما يحصل ودي واحدة واحدة، بلاش العنف معاه في الطريق. أيوة. لأنها ممكن تكون في غصب عنها بتقول بعض الكلمات ممكن يبقى فيها جرح دي، ما تعلميش هو فيه إيه. وأفضل من أنه يحصل والعياذ بالله طلاق وشتات للأسرة. فضيلة الشيخ، احنا في أيام هي نفحات من عند ربنا سبحانه وتعالى، وفرصة عظيمة جدا اننا نقرب من ربنا سبحانه وتعالى بالصدقات وبعمل الخير ومساعدة الغير. جمعية البر والتقوى المصرية يمكن ليها مبادرات كتير جدا واعمال خير كتير جدا متعددة ومختلفة، عشان كل حد عايز يشارك او يساهم باللي يقدر عليه ما يتحرمش من متعة العطاء. خلينا نبدأ بالتبرعات العينية، والبيوت مليانة حاجات كتير جدا، كل حد فينا ممكن يبقى عنده بيته حاجات ما بيستخدمهاش، ركنها، بيقول طب كمان شوية هستخدمها، طب ممكن يجي لي وقت واحتاجها. خرجوا كل اللي موجود عندك، ربنا هيبعت لك اللي أفضل واللي أحسن بإذن الله. ذلك العلماء قالوا التقوى عملة لها وجهان، وجه التمسك بالشعائر والانتهاء عن النواهي، الصلاة تقوى والصدقة تقوى وعدم الشح والبخل تقوى. الجانب الثاني الأخذ بالممكن إلى أقصى ممكن، يعني أنت اعمل اللي عليك، خد بالأسباب، أنت مهندس كن أحسن مهندس، أنت متصدق كن أحسن متصدق. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس بالخير، ده دائما ما كانش يقول لا أبدا تمام، لو لم يجد في كفه غير روحه لجاد بها عليه الصلاة كي يتقي الله سائله. وكان بقى في رمضان أضعاف مضاعفة، أجود بالخير من الريح المرسلة، كان سيدنا النبي كده يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أنفق أنفق عليك، أعظم عمل تتقرب به إلى الله عز وجل في رمضان بالذات أنك تجبر خاطر الناس، تطعم الناس، تكسو الناس، تسقي الناس، تفطر الناس. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار، وكان له مثل أجر الصائم دون أن ينقص من أجر الصائم شيء. يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم، قال يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على تمرة أو شربة ماء
أو مزقة لبن. إحنا اللي محتاجين ده أكتر منه. نعم. مطبخ الخير عمل عظيم بتقوم بيه جمعية البر والتقوى المصرية، وربنا يجازي كل الخير لكل حد بيشارك أو بيساهم في وجبة من الوجبات اللي بتخرج من المطبخ اللي بتروح لأسر كتير جدا، بتطمنهم إنه في حد واخد باله منهم وإنه في حد في ظهرهم وإنه هيجي عليهم كل يوم، مش هيبقوا قلقانين ولا خايفين هيفطروا ولادهم منين. من الـ من الـ الـ النصائح اللي أنا دايما بقولها للناس إنه اجمع بين الصيام والصدقة، لأنه دي فرصة عظيمة إنك صايم رمضان، ممكن بقية الشهور ما تبقاش قادر، عندك شغل وعندك سفر، فالحمد لله أنت صائم، مش هيكلفك كتير إنك تساهم بكرتونة الخير مع جمعية البر والتقوى أو في مطبخ الخير أو في سحور الخير أو في أي مجال من مجالات الخير. يبقى جمعت بين الصيام والصدقة، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الجمع بين الصيام والصدقة من موجبات الجنة. حاجة حلوة خالص. من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا، من تصدق منكم اليوم بصدقة قال أبو بكر أنا، من عاد مريضا أنا، من تبع جنازة أنا. قال له ما اجتمعت في مؤمن إلا دخل الجنة. فالجمع بين الصيام والصدقة مهما كانت الصدقة قليلة، اوعى تستقل حاجة، اتصل بالجمعية وشوف الوجبة تساوي كام وتعمل ايه. لو عليك كفارات طلعها، لو عليك اطعام طعام اطعم، لو عايز اجر اكتر من رمضان اعمل كده، لو عايز تصوم والدك اللي مات منذ سنوات وتديله الاجر والثواب طلع له وجبة على روحه كل يوم، وكذلك والدتك كل يوم. ولو الزوجة بتفطر بعض ايام ومش هتقدر تقضي او فطرت بتفطر في رمضان لكبر سن او لمرض وكفارة، اعمل ده وتابع ده بنفسك، شيء عظيم جدا. أجر وثواب إطعام الطعام إيه؟ قال الله عز وجل، خصوصا بقى الفطار. طبعا قال الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. تطعم يطعمك ربنا، تطعم يطعمك ربنا، تطعم ربنا ينزل البركة في مالك وينزل البركة في عيالك وينزل البركة في صحتك وفي إيمانك وفي دعوتك، يرفع عنك الابتلاءات والمرض وكل حاجة، حتى ميتة السوء. الصدقة تطفئ الخطيئة وتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. لو خايف على عيالك تصدق، ده الصدقة يا فندم بتحافظ على أعراض الناس. طبعا حديث جميل خالص، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذبوا يعني ادفعوا عن أعراضكم بأموالكم. ممكن تشتري الجنة بدل مرة مرة واثنين وثلاثة بمالك. ما أجمل المال الصالح مع العبد الصالح. صحيح. ما أجمل الإنسان المنفق، ما أجمل الإنسان المتصدق لله رب العالمين. الدرهم بسبعمية وبيحلف لك سيدنا النبي إن عمر الصدق ما تنقص مالك، ده هتزوده. واثق في كلام سيدنا النبي ولا لا؟ ثلاثة أقسم عليهن، أول شيء بيقسم عليه سيدنا النبي ما نقصت صدقة من مال. دي التجارة مع ربنا سبحانه وتعالى اللي عمرها ما تخسر أبدا. الجنيه بسبعمية، مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أعظم تجارة مع الله تبارك وتعالى. تنوع في أعمال الخير من الحاجات المهمة اللي بتقوم بيها جمعية البر والتقوى المصرية. كرتونة الخير مش هتكلف حد كتير، حتى اللي يعني ظروفه على قده يقدر انه يشارك. كان جميل قوي لما بيجي لنا مكالمات من ناس ممكن تكون بيجي لها صدقة، هم ما عندهمش مصدر دخل وبيبقوا حريصين حرص شديد جدا ان هم يطلعوا من الصدقة اللي بتجيلهم، فاللي معاه بقى وقادر انه يعمل كده اكيد يكسف منه. ده صحيح، واعظم الصدقات ان تصدق وانت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخاف الفقر، ولا تنتظر حتى اذا بلغت الروح الحلقوم تقول لفلان كذا وفلان كذا، لا خالص. وخير الصدقة جهد المقل. أيوة. طلع، ما هو لما سيدنا النبي يقول هيدي لك الأجر والثواب بتمرة، التمرة لها تكلفك شيء ولا هتغني سيدي الفقير، إنما بيعودنا على العطاء. ولذلك لما بنيجي في زكاة الفطر كله بيطلع زكاة الفطر، الغني والفقير بيطلع زكاة الفطر، من يملك قوت يومي بيطلع زكاة الفطر. ليه؟ ليعود المجتمع على العطاء، فنحن مجتمع العطاء ومجتمع الخير
واحنا في شهر الخير. صحيح. كل عام وحضرتك بألف خير. فضلت الشيخ نورتني. أشوفك على خير إن شاء الله. مرة تانية كل عام وحضراتكم بألف خير. ربنا يتقبل يا رب مننا كلنا صيامنا وقيامنا وقراءة القرآن الكريم. بشكر حضراتكم ولو عشت وكان لي عمر أشوف حضراتكم بكرة على خير إن شاء الله. سلام عليكم. صلي على سيدنا النبي. ما هو سيدنا النبي قال لي لما هتصلي عليا ربنا يدي لك حاجتين، تكفى همك ويغفر الله ذنبك. هو أنا عايز إيه؟ ده جمع لي خيري الدنيا والآخرة. من كفاه الله همه سلم من محن الدنيا، ومن غفر الله ذنبه سلم من محن الآخرة. خلاص. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تزيدنا بها في العلم فقها وأدبا ونحوا، وتزيدنا بها في الجسم صحة وقوة وحسنا، وتزيدنا بها في الرزق حلا وسعة ويسرا، وتزيدنا بها في الأولاد دينا وصلاحا وبركة، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.